مرحبا بكم مجددا، ووصلنا معكم لاخر فقرتنا الحواريه في هذا الصباح، وهي عن انشاء اول خريطه استثماريه صناعيه في المحافظات المصريه. بالطبع هذا الموضوع بيوفر اكثر من 3800 فرصه استثمارية في مختلف المحافظات في مختلف المجالات. في الحقيقة بيتم التعرف على الفرص الاستثمارية في 27 محافظة، وبالتالي يتم طرحها للمستثمرين حتى يستثمروا فيها بشكل مناسب حسب الإمكانيات والثروات المتاحة في مختلف هذه المحافظات. بالطبع نعلم أن مختلف المحافظات المصرية لديها إمكانيات مختلفة ومتنوعة وفرص استثمارية متنوعة في صناعات متعددة، وبالتالي يعني هناك نوع من التكامل إذا تم الاستفادة منها هذه الخريطة الاستثمارية بشكل قوي وفعال في المرحلة المقبلة، ووجود ضمانات حقيقية من جانب الدولة ومن جانب المستثمرين أيضا حتى يمكن أن نستثمر بالشكل الأمثل في هذه المناطق. على حال سوف نتحدث عن أهمية هذه الخطوة، ما هو المطلوب سواء من الدولة وما هي التيسيرات التي يجب أن تقدمها الدولة للمستثمرين، وأيضا ماذا يجب على المستثمرين أن يفعلوا أيضا حتى يتم استغلال هذه الفرص. في الحقيقة كمان الصعيد بيأخذ النصيب الأكبر من هذه الفرص الاستثمارية بأكثر من 1500 فرصة استثمارية في هذه المحافظات في مختلف القطاعات في الحقيقة. سنناقش هذه النقطة وهذه التفاصيل مع ضيفي الكريم المهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. برحب بحضرتك باشمهندس. أهلا وسهلا يا فندم. اسمحنا في البداية نتابع تقرير ثم نبدأ الحوار. نتحدث. انطلاقا من حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، أطلقت وزارة التجارة والصناعة أول خريطة للاستثمار الصناعي تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تلك الخريطة، والتي تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. ولتحفيز المستثمرين أكدت الوزارة على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود. وتهدف وزارة الصناعة إلى تطوير تلك الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية، والتي تضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة، وكذلك توفير العمالة الماهرة والمدربة. كما تعمل الوزارة على تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير المواد الخام والتي تتطلبها الصناعة، وذلك بما يتماشى مع مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه البرلمان، ويتضمن عددا كبيرا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري. وتهدف استراتيجية وزارة الصناعة إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو الاقتصادي المصري، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة تصل إلى 10% سنوياً. فوائد كثيرة إذن ستعود على المحافظات المصرية وكذلك على الاقتصاد المصري إذا تم تفعيل هذه الخطوة بشكل كبير وقوي وفعال كما كنا نتحدث. إذن يعني باشمهندس عبد الله، أهمية هذه الخطوة، كيف نعظم الاستفادة منها بالشكل الأمثل في المرحلة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا احنا بنعظم الخطوة دي زي ما حضرتك قلت، والخطوة دي خطوة جيدة جدا جدا من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة. كان الأول في تعظيم للمحافظات، كان سنة 90 صدر قانون إنشاء مناطق صناعية بالمحافظات. كل محافظة تقدر تقول عندي قطعة أرض 150 فدان 200 فدان تقدر تعملها منطقة صناعية، فبالتالي تم عمل المناطق الصناعية دي. بس طبعا كان الحالة متدهورة فيها جدا، إنشاء منطقة صناعية بدون مرافق بدون إجراءات بدون ورق، فكان ما بتؤديش الغرض اللي انشأت من أجله. النهاردة في ظل وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، وطبعا دايما بنشيد بالاثنين وزراء دول، كان وزير الصناعه ووزيره الاستثمار والتعاون الدولي، ان هم اجادوا في عمل الخريطه الاستثماريه. نعم. اجادوا ازاي؟ ان هم دلوقتي قالوا المحافظات كلها، كل محافظه تجيب لي ما ايه الفرص الاستثماريه اللي عندها، وايه اللي تقدر تطرحه من اراضي او تطرحه من اماكن او توفره، وكله اتحط في بوتقه واحده في وزاره الصناعه والاستثمار.
عشان هم اللي هيقدروا يوجهوا كل حاجه، لان احنا النهارده تبع بنناقشنا قانون استثمار جديد ولائحه استثماريه جديده. اللائحه والقانون النهارده من افضل ما يمكن للمستثمر المصري والمستثمر الاجنبي وكل ده. فطبعا النهارده المحافظات لو اشتغلت زي سنه 90 كان ما كانش هيبقى في فرص، وفي فرص على ورق، لكن النهارده الفرص فعلا على الطبيعه. محافظه الشرقيه اللي انا بنتمي لها مثلا النهارده جمعت جميع الفرص اللي عندها، اقوى محافظه في الفرص، عندها فرص متاحه كبيره لان عندها ظهير صحراوي كبير. الصعيد ما شاء الله عليه فيه اهتمام بالغ بيه. احنا كنا من شهر سيد وزير الاستثمار في سوهاج تفتتح مؤتمر، وفي اسوان يعني في متابعه للمناطق الصناعيه في المحافظات. تمام. الاهتمام دلوقتي بقى بالمناطق الصناعيه بالمحافظات. ليه؟ لان احنا النهارده البريكس وجهنا لكده. شغل الصين اللي هو اللي موجود دلوقتي في الصين وجهنا لكده، ان احنا نهتم بالمناطق الصناعيه الصغيره دي، نطلع منها صناعات مغذيه، نطلع منها صناعات مكمله للصناعات الكبيره، نشوف ايه النقط الضعف فيها والقوه، وان شاء الله نكون على قدم الوثاق بالنسبه لهذه المناطق. طيب، يعني مناطق الضعف والقوه، احنا بنقول كمان باشمهندس ان التجربه دي هذه كانت موجوده منذ 1990، يعني بقى لها فتره كبيره جدا ولم يتم الاستفاده منها بالشكل الامثل. دلوقتي المسؤوليه ملقاه على عاتق وزاره الصناعه ووزاره الاستثمار وكذلك المستثمرين، طرفين المسؤولين عن هذه القصه. لو اتكلمنا عن دور وزاره الاستثمار ووزاره التجاره والصناعه وكذلك المحافظات لتوفير الامكانيات وتيسير الاجراءات امام المستثمرين للحصول على هذه المشاريع. والثاني كمان المسؤوليه الملقاه على عاتق المستثمرين الا يقوموا ب يعني فكره التسقيع زي ما احنا بنقول يعني ببساطه كده، يعني ياخدوا الارض ده ويستغلها في اي حاجه. ازاي احنا نضمن نحقق التوازن من هذا الموضوع؟ طبعا ان شاء الله. طبعا هو ده اللي بيجرى دلوقتي، وهو ده اللي مستحدث في وزاره الصناعه، وان بعد المحافظات عن التعامل مع المستثمر ده بي 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 يعني افضل حاجه بتعملها دلوقتي وزاره الصناعه. تمام. انها بتقول في مجمع استثماري وفي تنميه صناعيه، هي اللي تتعامل مع المستثمر في المحافظه في المدن الصناعيه الجديده زي العاشر والصالحيه واكتوبر والعبور، زي منطقه بلبيس الصناعيه، هيخلي كله تبع وزاره الصناعه التنميه الصناعيه. طبعا النهارده لما اتعامل زي العاشر زي اكتوبر زي كده بلاقي اسلوب كويس، بتعامل باسلوب انضف، بتعامل باسلوب قوي، ان يديني كل مستحقاتي، راجل فاهم قانون الاستثمار، مش جاي يحاربني في لقمه عيشي، مش جاي يقول لي انت عليك وعليك وعليك ومالكش. انا لا، انا بتكلم مع وزير صناعه، بتكلم مع تنميه صناعيه فاهمه يعني ايه مصنع هيشغل عماله، هيشغل ناس، هيدي، هيعمل يعني هيفيد البلد. فهو ده دور الوزاره ودور التنميه الصناعيه. تمام. لكن بنحمد ربنا النهارده ان كل المدن المناطق الصناعيه اللي في المحافظات هتنتمي للتنميه الصناعيه. اهم حاجه انها تبعد عن المحليات. لان التعامل في المحليات كما انت عارف يعني صعب شويه، ممكن الاجراءات تبقى مش سهله وبسيطه بس مؤذيه، يعني ممكن تبقى مخالفه، ممكن تبقى فيها انشطه مش مظبوطه، مفيش يعني اهتمام بالتقسيم النوعي للمصانع. النهارده عندي النوع ده في مربع، النوع ده في مربع، النوع ده في مربع. عدم الاهتمام ده ما بيجيش الا من المحليات. النهارده بنحمد ربنا ان في حاجه اسمها تنميه صناعيه، وفي حاجه اسمها مجمع استثماري جديد، ولائحه وقانون. بنحمد ربنا ان هم دول اللي هيهتموا بالمناطق الصناعيه. طيب، بالنسبه للمستثمر بقى، الضمانات اللي هو المفترض تبقى موقع عليه بحيث اللي هو بالفعل يكون في مراقبه ليه، اللي هو ما يستغلش فيه دي بقى دي يعني دي اهم نقطه طبعا في المستثمر النهارده، انه لازم يكون جاد. المستثمر بتاع زمان او السماسره او مكاتب السماسره اللي شغاله قاعده معاه 50 واحد قعدوا شغال وياخد ارض باسمه وتاني يوم يبيعها، وده يبيعها لده وده يبيعها لده، حتى بيغلي الارض على المستثمر الجاد. تمام. المستثمر الجاد النهارده عاد بيخش التنميه الصناعيه بيتفحص، بيشوف الرخص التشغيل بتاعته، ان كان مستثمر سابق وعنده مصنع بيديله عشان هو ده جد وشغال وعايز يتوسع، ان كان عنده ملاءه ماليه وعنده سابقه سجل تجاري وجاي جد هيشتغل، بديله الارض وبقول له انت اللي هتشتغل، ومفيش تنازل، مفيش بيع للغير في خلال 5 سنين، وفي خلال 3 سنتين تكون مشغل النشاط. انا كده ضمنت ان هو ما يهربش، ان هو ما ياخدش اوفر ويسيب الارض لغيره، ضمنت ان اللي جاي هو اللي جد. فانا كده اديت الفرصه لمستحقيها، اديت اللي من يستحق حقه. اما النهارده محاربه السماسره ومحاربه تجار الاراضي دي ان شاء الله تكون هي دي الايام الجايه، لان احنا في نهضه صناعيه وفي نهضه استثماريه لم يسبق لها مثيل، وان شاء الله الايام اللي جايه افضل بكتير مما سبق.
تمام. طب باشمهندس، احنا بنتكلم عن ان التنميه الصناعيه بقت هي المسؤوله عن هذه الفرص الاستثماريه، وهي اللي هتتولى الاشراف والمراقبه وغير ذلك من الامور. فكره التشابك بين الوزارات كان دي من ضمن المشاكل اللي بتعوق الاستثمار، ان بعض الوزارات لا لديها تشابك ولا لديها صلاحيات مختلفه، وهناك تضارب في بعض الامور وغير ذلك من ما يحدث من سلبيات ومشاكل. يعني هل تم وضع ذلك في الاعتبار وتم يعني القضاء على هذه السلبيات حتى تكون هناك فرص استثماريه حقيقيه امام المستثمر؟ هو طبعا يعني للاسف حتى الان وزاره القوى العامله لوحدها، وزاره الماليه لوحدها، وزاره الصناعه غير وزاره الاستثمار. النهارده وزاره الماليه بتحصل بكل جهد كل قرش عايز تحصله. النهارده تعمل لك ضريبه عقاريه على المبنى الصناعي، وده لا يجوز من الاساس، ان ما كنتش تحط ضريبه عقاريه على مبنى منتج. التامينات بتحصل 40% من المستثمر. النهارده انت زودت القيمه التامينيه، خليتها 600 جنيه على الفرد بدل 120 جنيه. طيب قلل النسبه، خليها 20% وزود، خليها 1200. يعني انا عشان عاوز ابقى واضح معاك في المرتب، انا العامل عندي بياخد 1200، انا بضطر اسجله في التامينات 600 جنيه. طب ما انا اسجله 1200 وادفع برضه عليه قيمه ما بيدفع على 600 جنيه. فيما معناه انا النهارده باخد 40% منك، اخد منك 20% على 1200. انا باخد 40 على 600، لا اخد 20% على 1200، واخش في ال 1200 دوري، وتبقى في علاقه واضحه وصريحه بيني كصاحب عمل وكصاحب مصنع، ان ما يجيش مفتش التامينات كل شويه يهددني يقول لي انت مامن على العامل ده ب 600 جنيه وانا هفوته لك وفوت لي حاجه. طب وبعدين؟ طب ما النهارده ما نبقى واضحين، احنا هنوصل بعد 4 سنين ل 1200 جنيه؟ لا نوصل النهارده، بس نقلل نسبه ال 40%، لان كده كتير قوي ان انا ادفع. العامل النهارده بيقول لي يعني لو سمحت ما تامنش عليا، انت بتامن عليا بكام؟ بقول له ب 200 جنيه يا ابني في الشهر بدفعهم لك. يقول لي لا لو سمحت شيل ال 200 جنيه وادهم لي، ادهم لي في ايدي وما تامنش عليا. طب ما انا ما اقدرش ادخلك المصنع لان في تفتيش عليا. يقول لي لا طب هسيبك وامشي اشوف واحد تاني. فبالتالي احنا عاوزين زي ما انت حضرتك قلت كده نقرب المنظومه شويه، نشوف الصناعه والاستثمار مع الصناعه والاستثمار، ونبعد الماليه ونبعد القوى. يعني يبقى كل ده يدي لائحته او يدي اوامره للوزاره دي، والوزاره دي اللي تنفذ. يكون في تنسيق بين مختلف الجهات اللي هي موجوده، بحيث ان احنا بنخدم هدف واحد في النهايه. في توصيه برضو اخيره للتنميه الصناعيه. التنميه الصناعيه لازم تفعل مكاتبها في المحافظات. ما ينفعش التنميه الصناعيه يبقى على قد العاشر وعلى قد التجمع الخامس، لا لازم تفعل مكاتبها بطريقه اكتر من كده في المحافظات. المكتب في المحافظه لازم يعمل كل حاجه، ولازم يكونش في واحد عادي وخلاص روح اقعد في المحافظه الشرقيه، لا لازم يكون فاهم ودارس ومعاه طقم يقدر يخدم على منطقه، على المناطق الصناعيه في المحافظات. لان النهارده انت بتبص للمحافظات بطريقه كبيره وبتهتم بيها، فوزع لها بقى مكاتب تديها اهتمام. تمام. هي فكره اللامركزيه بقى اللي احنا بنتكلم عليها، ان هي تبقى المحافظات مسؤوله، تبقى هي اصحاب قرار وياخدوا القرارات ويحلوا المشكلات بالزبط. اللي هي موجوده، اللي هي فكره. طب طبيعه الصناعات اللي هي تبقى موجوده في المحافظات المختلفه ازاي احنا نستفيد بيها باشمهندس؟ خاصه اللي هي مختلفه، ممكن الشرقيه غير بالزبط. الغربيه غير كفر الشيخ غير الاسماعيليه غير ان شاء الله. لو تلاحظ هتلاقي الصناعات كلها شبيهه، لان احنا عندنا النهارده في مصر 20 صناعه، 30 صناعه، 50 صناعه، اساس غاز ونسيج، مواد غذائيه، صناعات معدنيه، كلها لازم تكون موجوده في كل حته، لان ما ينفعش تبقى حته مختصه بحاجه الا اذا كان في حته ثانيه حته بس مختصه بالجلود، زي الروبيكي في العاشر مثلا. دي عشان دي منطقه بتعالج بيئيا، بتعالج صحيا، بتبعد عن الفيو بتاع السكن، بتبعد عن الحاجات دي كلها. لكن النهارده المنطقه الصناعيه لازم تكون شامله من كل الصناعات عشان تشغل كل القطاعات وعشان تغذي بعضها البعض. فبالتالي كل الصناعات موجوده في المنطقه الصناعيه او في اي محافظه لازم يكون متوفر فيها كل الصناعات. احنا بنقول ايه دلوقتي؟ الاهتمام الاكبر بكل يعني المحل الكبرى، اهتم بالغاز والنسيج وصناعات القماش والكلام من ده، تمام، بس ما فيش مانع ان يبقى جنبه كام صناعه. ما هو الصناعات المحليه الغاز والنسيج محتاجه الصناعات المعدنيه تعمل لها هياكل معدنيه وتعمل لها وتعمل لها، محتاجه الصناعات الغذائيه تديها ما يلزمها من اكل وشرب وكل ده. فبالتالي اهتم بحاجه واحده في بلد يكون الناس حباها فيها، وضم لها بعض الصناعات الخدميه اللي تقدر تقوم على رجليها. تمام. طب احنا اتكلمنا ايه اللي لابد ان يتزامن مع هذه الخطوه باشمهندس عبد الله في قصه الاستثمار؟ يعني هل الخطوه بس مختصر ان احنا بنفتح فرص استثماريه، ولا لابد ان تتتابع ايضا مع اشياء اخرى ايضا حتى يعني نستفيد بشكل كبير جدا ويدعم الاقتصاد المصري في المرحله المقبله؟ والله انا الموضوع ده اتكلمت فيه اكتر مره وقلت نفسي تكون في المحافظات. انت هتعمل صناعه في المحافظات
تحط يعني مش عايز اقول لك بلاش نائب وزير في المحافظه مستشار للاستثمار في المحافظه يعني في مكاتب استثماريه في كل محافظه تمام. المكتب ده بيبقى مديره مهندس من المحافظه او حد بس ما كانش له صله بالاستثمار سابقا وما عندوش الخلفيه الكامله بالاستثمار ليه ما يكونش كل مكتب في كل محافظه في غرفه لمستشار هندسي من وزاره الصناعه او من وزاره الاستثمار يبقى راجل جاي مدرب بدل ما كلهم يتجمعوا في التنميه الصناعيه بدل ما كلهم قاعدين جنب معالي الوزيره بدل ما كلهم قاعدين جنب معالي الوزير لا اطلع انت 10 استشاريين في 10 محافظات الاكثر صناعه اللي فيها مناطق صناعيه انت تبقى حلقه الوصل بيننا وبينهم الغي المحافظ خالص الغي المحافظه خالص المحافظه دي ما هي الا ايه مكان بتحافظ عليك وبتوفر لك اللي انت عاوزه كمستشار استثمار تمام انا بشكرك المهندس عبد الله الغزالي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجمعيات المستثمره بشكرك يا فندم شكرا جدا وكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره وفقرات هذا الصباح على امل ان يتجدد اللقاء ان شاء الله في الايام المقبله وموضوعات جديده ومتجدده من هذا الصباح دمتم في رعايه الله وامنه والى اللقاء